طيب شيخ، أنا مسألة أخرى، حق المرأة في مال زوجها، هل لها حق في مال زوجها بحيث يمكن أن تأخذ منه بغير إذنه؟ بالنسبة لحقها محدد هو نفقتها وسكناها وقضاء لوازمها، وهذا الحق إذا بحسب دفعه عرفي الزوج، بحسب إذا كان عرفها. الزوج كريما. نعم، هذا بالمعروف عرفا. فإذا كان الزوج كريما يعطيها كل حقها، فليس عليها، ليس لها أن تسرق من ماله أو تأخذ بغير إذن. لكن صحيح. بالنسبة إذا كان الزوج لئيما معها وكان غير كريم في تعامله معها، فلها الحق أيضا أن تسرق قدر ما يكفيها وولدها بالمعروف، كما في حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها، فإنها اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.